دعونا نقوم بحل بعض مسائل المتباينات المركبة، وهذه عبارة عن مسائل متباينات تحتوي على أكثر من مجموعة قيود. سوف ترى ما أتحدث عنه بسرعة. لدينا ناقص 5 أقل من أو تساوي X، ناقص 4 أقل من أو تساوي 13. إذن لدينا مجموعتي قيود على مجموعة X التي تحقق هذه المعادلات. X ناقص 4 يجب أن تكون أكبر من أو يساوي ناقص 5، و X ناقص 4 يجب أن يكون أقل من أو يساوي 13. إذن يمكننا أن نعيد كتابة هذه المتباينة المركبة كالتالي: ناقص 5 أقل من أو تساوي X ناقص 4، و X ناقص 4 X ناقص 4 أقل من أو تساوي 13. ومن ثم يكون بإمكاننا أن نحل كل واحدة بشكل منفرد، ثم إن علينا أن نتذكر أن هذه الوا موجودة لنفكر في مجموعة الحل، لأنها يجب أن تكون شيء يحقق هذه المتباينة وهذه المتباينة. إذن دعونا نحل كل منهما على حدة. إذن هذه يمكننا أن نضيف 4 لطرفي المتباينة، في الجانب الأيسر لدينا ناقص 5 زائد 4 تساوي ناقص 1. إذن ناقص 1 أقل من أو يساوي X. هذه الأربعة تحذف من هنا ويتبقى لدينا X على الجانب الأيمن. إذن الجانب الأيسر أي هذا الجزء يبسط إلى X أكبر من أو تساوي ناقص 1، أو أن ناقص 1 أقل من أو يساوي X. إذن يمكننا أيضا أن نكتبها هكذا: X أكبر من أو تساوي ناقص 1، كلاهما متكافئتان، لقد قمت فقط بعكس الأطراف. الآن دعونا نفعل الشرط الآخر باللون الأخضر. دعونا نضيف 4 لطرفي هذه المتباينة. في الجانب الأيسر لدينا X فقط، ثم في الجانب الأيمن يكون لدينا 13 زائد 4 تساوي 17. إذن نحصل على X أقل من أو تساوي 17. إذن الشرطان لدينا هما X أكبر من أو تساوي ناقص 1، وكذلك X أقل من أو تساوي 17. إذن يمكننا أن نكتبها مرة أخرى بصورة متباينة مركبة إذا أردنا ذلك. يمكننا أن نقول أن مجموعة الحل هي أن X يجب أن تكون أقل من أو تساوي 17، وأكبر من أو تساوي سالب 1. يجب أن تحقق كل من هذه الشروط. إذن كيف سيبدو هذا على خط الأعداد؟ دعونا نضع خط الأعداد هنا، ولنفترض أن هذه 17، وربما أن هذه 18. نستمر بالنزول، ربما أن هذا 0. بشكل واضح أنني أقوم بالقفز عن الأعداد التي تقع في المنتصف. ثم لدينا ناقص 1 هنا، ربما أن هذه ناقص 2. إذن X أكبر من أو تساوي ناقص 1، لذا سنبدأ من ناقص 1 وسوف نحيطها بدائرة لأن لدينا أكبر من أو يساوي.
إكس أكبر من ذلك، لكن يجب أن تكون أقل من أو تساوي 17. إذن يمكن أن يساوي 17 أو أقل من 17، وهذه هي مجموعة الحل عبارة عن كل شيء قمت بتبديله باللون البرتقالي. وإذا أردت أن أكتبها بصورة الفترة فسوف تقع x بين ناقص 1 و17، ويمكنها أيضا أن تساوي ناقص 1. لذا نضع قوس ويمكن أن تساوي 17. إن هذه هي فترة هذه المتباينة المركبة. دعونا نحل واحدة أخرى. دعوني أضع مسألة جيدة هنا. لنفترض أن لدينا ناقص 12، ناقص 12. سوف أغير المسألة قليلا عن التي وجدتها هنا. ناقص 12 أقل من 2، ناقص 5x أقل من أو تساوي 7. أريد أن أقوم بحل مسألة تحتوي على أقل من وأقل من أو تساوي. المسألة الموجودة في الكتاب الذي أتصفحه تحتوي على إشارة مساواة هنا، لكنني أريد أن أزيل ذلك عمدا، لأنني أريد أن أوضح لكم أنه عندما يكون لدينا حالة مهجنة، أي عندما يكون لدينا كلا الرمزين، أولا يمكننا أن نفصل هذه إلى متباينتين عاديتين. لدينا هذه المتباينة هنا ناقص 12 أقل من 2 ناقص 5x، ذلك يجب أن يحققها، ودعوني أكتبها بلون آخر. هذه المتباينة أيضا يجب أن تحققها. إذن لدينا 2 ناقص 5x أقل من أو تساوي 7، 2 ناقص 5x أقل من أو تساوي 7. لذا دعونا فقط نقوم بالحل بهذه الطريقة التي استخدمناها لحل كل شيء. دعونا نضع هذه الاثنين على الجانب الأيسر، لذا دعونا نطرح 2 من طرفي هذه المتباينة. إذا طرحنا 2 من طرفي هذه المتباينة فإن تصبح لدينا ناقص 14 أقل من ناقص 5x. الآن دعونا نقسم كلا الطرفين على ناقص 5، وتذكروا عندما نضرب أو نقسم على عدد سالب فإنه يتم عكس المتباينة. فإذا قسمنا كلا الطرفين على ناقص 5 سنحصل على ناقص 14 تقسيم ناقص 5، ولدينا x على الجانب الأيمن. إذا قسمنا ذلك على ناقص 5 وتم عكس هذا من إشارة أقل من إلى أكبر من، فإن الإشارات السالبة تحذف ونحصل على 14 تقسيم 5 أكبر من x. أربعة عشر تقسيم خمسة تساوي 2، وأربعة تقسيم 5 أكبر من x. لقد كتبت هذا الكسر غير الصحيح بصورة عدد مركب. الآن دعونا نتعامل مع القيد الآخر هنا باللون الأرجواني. إذن دعونا نطرح 2 من طرفي هذه المتباينة كما فعلنا سابقا، وفي الواقع يمكنك التعامل معها معا، لكنه سيصبح أمرا مربكا، ولكي نتفادى الأخطاء غير المقصودة فأنا أحفزكم على فصلها بهذا الشكل. إذا طرحنا 2 من طرفي المتباينة فإن الجانب الأيسر يصبح ناقص 5x،
وفي الجانب الأيمن لدينا أقل من أو يساوي، يصبح الجانب الأيمن 7 ناقص 2 أي يصبح 5. الآن نقسم كلا الطرفين على -5، وفي الجانب الأيسر نحصل على إكس. في الجانب الأيمن 5 تقسيم -5 تساوي -1. وبما أننا قسمنا على عدد سالب سنعكس المتباينة، ستتحول من أقل من أو يساوي إلى أكبر من أو يساوي. إذن أصبح لدينا القيدان إكس أقل من 2 و4 تقسيم 5 وإكس أكبر من أو تساوي -1. إذن يمكننا أن نكتبها بهذا الشكل، إكس أكبر من أو تساوي -1، وبالتالي هذا سيكون الحد الأقل في الفترة، وإكس ستكون أقل من 2 و4 تقسيم 5. ولاحظوا أنه ليس أقل من أو يساوي، ولهذا السبب أردت أن أوضح لكم أن لدينا أقواس هنا لأنها لا يمكن أن تساوي 2 و4 تقسيم 5، أو يمكن أن نكتب بهذه الطريقة، إكس يجب أن يكون أقل من 2 و4 تقسيم 5. هذه هي المتباينة، نعكس الأطراف، ويجب أن يكون أكبر من أو يساوي -1. إذن هاتان الجملتان متكافئتان، وإذا أردت أن أرسمهما على خط الأعداد فستبدو هكذا. إذن لدينا -1 و2 و4 على 5 هنا. بكل وضوح إن لدينا مجموعة أعداد في المنتصف، ربما كما تعلمون أن الصفر يقع هنا، يجب أن يكون أكبر من أو يساوي -1، إذن يمكن أن يساوي -1، وسوف يكون أكبر من -1، لكن أيضا يجب أن يكون أقل من 2 و4 على 5، لذا لا يمكننا أن نشمل 2 و4 على 5 هنا، لا يمكن أن يساوي 2 و4 على 5، إذن يمكن فقط أن يكون أقل من ذلك، لذا نضع دائرة فارغة حول 2 و4 على 5، ومن ثم نملأ كل شيء أسفل ذلك وصولا إلى -1، ونشمل -1 لأن لدينا إشارة أقل من أو يساوي هذه. إذن آخر مسألتين قمت بحلهما كانتا تحتويان على و، علينا أن نتبع كل من هذه القيود. الآن دعونا نقوم بحل مسألة تحتوي على أو. دعونا نفترض أن لدي هذه المتباينات، دعونا نفترض أن 4x - 1 أكبر من أو تساوي 7. إذن 4x - 1 أكبر من أو تساوي 7، أو أن 9x - 2 أقل من 3. إذن الآن عندما نقول أو وإكس التي يمكن أن تحقق هذه هي الإكس التي تحقق أي من هذه المتباينات. في العروض القليلة السابقة أو في المسائل السابقة كان علينا أن نجد قيم إكس التي تحقق كل من هذه المتباينات، أما هذه المسألة فهي أبسط بقليل، عليها فقط أن تحقق واحدا من الاثنين. إذن دعونا نجد مجموعة الحلول لكل من هذه، ومن ثم نجد وحدتهم أي مركبهم أي جميع الأشياء التي تحقق أي منهما. إذن في هذه أي الموجودة على اليسار يمكننا أن نضيف 1 لكلا الطرفين، فيصبح الجانب الأيسر 4x أكبر من أو يساوي 7 زائد 1 أي 8. نقسم كلا الطرفين على 4، نحصل على إكس أكبر من أو تساوي 2، أو دعونا ننتقل إلى هذه. دعونا نرى إذا ضربنا طرفي هذه المعادلة ب2 تقسيم 9 على ماذا نحصل.
إذا ضربنا كلا الطرفين باثنين تقسيم تسعة إنه عدد موجب، لذا لا يتوجب علينا أن نفعل أي شيء لهذه المتباينة. هذه تحذف ونحصل على x أقل من 3 ضرب 2 تقسيم 9. إذن 3 تقسيم 9 يعادل 1 تقسيم 3. x يجب أن يكون أقل من 2 تقسيم 3. إذن هذه هي مجموعة الحل: x أكبر من أو تساوي 2، أو x أقل من 2 تقسيم 3. هذا مثير للاهتمام. دعوني أعين مجموعة الحل على خط الأعداد. إذن هذا هو خط الأعداد. ربما أن هذه الصفر، هذا الواحد، هذه 2 3، وربما أن هذا سالب 1. يمكن أن يكون أكبر من أو يساوي 2x. إذن فيمكننا أن نبدأ، دعوني أفعل هذا بلون مختلف. يمكننا أن نبدأ من 2 هنا، وسيكون أكبر من أو يساوي 2، وبالتالي نشمل كل شيء أكبر من أو يساوي 2. هذا هو الشرط هنا. أو أن x يمكن أن يكون أقل من 2 تقسيم 3. إذن 2 تقسيم 3 تقع هنا تقريبا، تلك هي 2 تقسيم 3. x يمكن أن يكون أقل من 2 تقسيم 3، وهذا مثير للاهتمام، لأنه إذا اخترنا واحدا من هذه الأعداد فسوف يحقق هذه المتباينة، وإذا اخترنا واحدا من هذه الأعداد فسوف يحقق تلك المتباينة. إذا كان لدينا و هنا فسوف لن يكون هنا أعداد تحققها، لأنه لا يمكن أن يكون كل منهما أكبر من 2 وأقل من 2 تقسيم 3. إذن الطريقة الوحيدة التي نحصل بها على مجموعة حل هنا هي لأنه يوجد أو، فيمكن أن تحقق واحدة من هاتين المتباينتين. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم ذلك ممتعاً.